عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، في صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معكم واحد الروبه لي طويله وتكون عندها الخياطه في الحزام وتكون جايه كروازي. هنا عندي هذا التوب، هذا راه رقيق كما كتشوفوا، راه كيبين مولاتو. غادي دير هذا من التحت وغدير عليه هذا، راهم جوجهم رقاقين وجوجهم كيبينوا، ولكن ملي غيداروا على بعضياتهم راه ما يبينش. غتمولاتو دير هذا الموديل، هذا التوب هذا راه كيديروا به حتى جلالب، كيديروا هذا من التحت وهذا عليه من الفوق، وكيدار كساوي كل يدار اللي بغيتي تخرجي منه تخرجي، كيدار كسوه وديري عليه الا بغيتي هذا كاب من الفوق. هنا انا غادي نفصل معكم هذا، هذا الزيتي باش غادي يبان لي في باش يبان لكم المقاسات على هذا الزيتي هذا، وغادي نفصلو هذا بنفس الطريقه ديال هذا. غادي نحط مي غادي نفصل هذا الزيتي، غادي نحطو على هذا ونفصل هذا عليه باش يجيني ساهل. هنا عندي في التوب عندي 2.40 متر، والمقاس راه عندي مقاس كبير، عندي في الصدر عندي فيها 32، وفي الحوض عندي 42، راه مقاس كبير ولكن غنحاول نخرجو لها من هاد 2.42 متر. اول حاجة غادي ندير التوب في الطول كما كتشوفو، هذه هي الحاشيه ديالو، وغادي نفصل القطعه الفوقانيه هي الاولى، القطعه ديال الصدر. هنا راه طويت التوب على جوج، وغادي نجيب هاد الجهه اللي هاد الجهه اللي مسدوده وغادي نردها لعندي. صافي غنخلي العبار ديالي ونخلي هنايا 32، واللي بقى لي غادي نخليه هنا كروازي حيت العرض بحال غادي يجيني هو هذاك. صافي هنا راه عندي 32، غنشوف شحال بقى لي هنايا. بقات لي 10 سنتيم، هي اللي بقات لي هنا في الكروازي. كان عبارة عندكم صغير يمكن لكم تخليوه هنايا 13 ولا 14 ولا حتى اكثر. انا هنايا هادشي اللي بقى لي، بقات لي 10 سنتيم هي اللي غادي نخلي. غادي نحط العبارات ديال الكتاف، عندي 21 ونزيد سنتيم ديال الخياطة. نهبط هنا 3 سنتيم، الدورة ديال الرقبة غندير فيها 7 سنتيم، ونهبط هنايا في الخلف 2 سنتيم. صافي وندور هكايا غير بيديا. غادي نطيح الكتاف 3 سنتيم اللي درت اللي طيحت هنايا. نهبط 21، هنا قبالتها غنجي اللي درت هنايا، هنا درت 22 وهنا غندير 22. صافي وغادي نحط العبار ديالي، غندير خط. هنا كما قلت لكم عندي خصني ندير 22، هي جاياني نيشان. صافي هنا شديت بالبانكات على حساب التوب عندي خفيف، كما كتعرفوا التوب ديال الموسلين راه كيسحت، من الاحسن ديروا البانكات باش يشد لكم مزيان. غادي ندير طول الحزام، غنشد العبار ديالي من هنايا على الكتف، وعندي في طول الحزام عندي 45 ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا هاد مولاتها راه عندها الصدر تبارك الله كبير، داكشي علاش عندي هنايا 45، اما هو الطاي ستوندر كتكون 39، 39 40، ملي كيكون قصيرة شوية كنديرو لها 38 37. هادي مولاتها ما طويلاش بزاف ولكن عندها الصدر كما كتعرفوا، الصدر حتى هو راه كيهز لنا الطول، كيهز الثوب من القدام. الدورة ديال الحزام عندي فيها 30، هنا انا راه زايده قيمه ديال الخياطات،
هنايا راه زايده سنتيم وهنا زايده سنتيم. غنجي لهاد الكوطي هنايا في الجناب وغادي نطلع جوج ديال السنتيم باش ما يجينيش طايح الجناب من غادي تلبس الكسوه ما تجينيش طايحه في الجناب. وكنجي لهنا للمنتصف هنا غادي نحيد الخلف غنجي لهنا للامام وغادي ندخل جوج سنتيم نهبط ب 14 سنتيم وندخل جوج ونجيب هاد الجوج هكايا ونخرج هنايا زيرو ونجيب هاد الجوج هنا ونخرج هنايا بالتالي كما خرجت هنايا. هاد الجوج هادي ضروري تحيد. هنا كما شفتو هادي هي الدوره ديال الرقبه ديالنا في كانت عندنا هاد 7 سنتيم. غادي نجيب هاد المثلث وغادي نصل من هاد النقطه هادي لهنا نخرج لهنا للتالي كاع. هنا مولاتو انا ما غاديش ندخل داك كاين اللي كيدخل واحد السنتيم كيجيبها بحال اللي مقوصه داخله شي شويه انا ما غاديش ندخل حيت مولاتها ما بغاتش الدوره ديال الرقبه تجي محلوله بغاتها تجيها مسدوده. غادي ندير هكا نيشان نخط مستقيم على هذا الشكل هذا. بغيتو يجيكم شي شويه محلول يمكن لكم تدخلوا هنايا واحد السنتيم هنايا تمشيو به هكا. صافي على هذا الشكل غادي نقص من هنا واحد السنتيم ندورو هكا مع التركيز ديالنا باش نشوفو شحال فيه. عندي فيه 28 وغادي نجيب هاد القطعة هادي اللي شاطلنا هاد الطرف هذا كما شفتو هنا راه كنا طالقينو بالطول كنا طالقينو هنا بالطول دابا غنولي نديرو بالعرض باش يخرج ليا الايفازي من التحت على حساب انا الا درتو في الطول كما كتشوفو راه ما غاديش يخرج لنا الايفازي غادي يخرج لنا هنايا 36 ومولاتها بغاتها تجيها عريضه من التحت بغاتها الكسوه تجيها دايره واصلا هاد 36 ما غاتجيهاش في الحوض على حساب مولاتها راه عندها 40 زياده في الحوض. دابا غنولي نفصلها هنايا في العرض انا طويته هنايا على جوج وغنولي نطوي على 4 هو عندي هنا على 4 باش تشوفوا معايا الطريقه كيفاش درت لهم الاول التالي كيفاش تخرجوا الكسوه ايفازي من التحت. هنا دابا غنشوف شحال عندي هنا عندي 47 راه بقات لي 47 على حساب عندها هي راه عندها التوب ناقص شي 14 سنتيم وما كان يجي فيه اكثر من كان التوب كامل كان فيه 2 متر ونص راه غادي يجي عرض من هذا الشيء هذا
كما شفتوا هنا في الحزام راه درت 30، ولكن مولاتها بغاتها فيها داك الكشكشه في الحزام، غادي نزيد لها. ها هي فين عندي 30، ونزيد لها هنايا واحد 13 سنتيم ديال داك الكشكشه. نحيد هاد الحاشيه، غادي نقص داك 45 ديال القطعه الفوقانيه، ما غاديش نحسبها في العبار دابا، باش غادي نشد الطول ديالي كامل. ها هي فين غادي نحيدها، غنحطها هنايا على هاد العلامه اللي علمت، وغادي نحط الطول ديالي. عندي في الطول ديال الكسوه عندي فيها متر وواحد وربعين، ها هي، وغادي نزيد واحد 3 سنتيم ديال لوغلي من التحت. هذا هو الطول ديالنا، وهذا الطرف هذا اللي شاطلي هنا منها غادي نخرج الكمام ديالي. غادي نجي لهنا الجناب وغادي نطلع واحد 3 سنتيم لا جوج، صافي. ونوصل لهنا المنتصف، غادي نميل هكايا هاد المثلث باش ما يجيونيش الجناب طايحين. هنا في المنتصف غادي ندير علامه باش يبان ليا هاد الجهه هادي اللي غتلصق لي مع الحزام من الجهه هادي ديال الايفازي من التحت، ونعرف المنتصف فين هو. صافي، حيدنا الصايه ديالنا هي هادي. دابا هادو هما الكمام ديالنا، من هنا غادي نخرج الكمام من هاد القطعه هادي اللي شاطلي. هنا غادي نحط العبارات ديال الكمام ديالي. هنا راه درت خط مستقيم باش غادي نشد عليها العبار. عندي في الطول ديال الكمام 58، غندير 58، وغادي حيت الكمام غتكون عندي فيهم داك الاسواره فيها 3 سنتيم في العرض، ما غاديش نزيد القيمه ديال الخياطه دابا. غادي نحط داك العبار ديالي ديال الكمام هو هذا، وغندير 15 سنتيم هنايا في راس الكم باش تجيني فيه داك الكشكاشه من ندير الاسواره. هنا راه غنهبط 11 سنتيم على حساب قلت لكم شحال من مره كنقول لكم في الفيديوهات، ملي كيكون عندنا العبره مولاتها عامره بزاف راه كنهبطوش 13 كنهبطوها، ولا 14 كنهبطوها ملي كتكون الكليه انا عندنا طويله وما عامراش ما غليضاش بزاف. فاش كتكون عامره بزاف ولا غليضه كنهبطو هنايا 11 ولا 12، حيت هذه عندي عباره كبير غادي نهبط غير 11 باش الكم ديالنا ملي كيجي ملبوس ما كيجيش مشنق هكايا. فاش كنديروا داك 13 بالنسبه للبادينات ولا اللي عامرين كيجينا هكايا، الكم كيجي من هنا بحال اللي مشنق بحال اللي طالع. هذا هو الديفو ديالو.
غنهبط من هنا واحد 7 سنتيم ونحط الدوره ديال الدرع ديالي. عندي 22 راه جايه هي هذيك هنايا، غاديش نقص داك السنتيم اللي كنحيدو من هنا ولا جوج على حسب. هذا هو الكم ديالنا، نمشوا هنا نعبروا باش نشوفوا شحال عندنا. هنا عندنا 28 اللي لقينا في التركيز، راه هو هذاك. غندير له هنا كرانات، هنا غادي نخرج داك الاسواره اللي قلت لكم ديال الكمام. الا تبغات هاد الخضر يكونوا كيبان لها في الاسواره من برا، حيت هذا اللي غيكون من التحت، ولكن غندخله هنا في الاسواره في الثوب اللي عندي من الفوق داك اللي مزوق. هنا راه عندي الثوب على جوج وغنولي نطويه هنا على 4 باش غادي نخرج داك الاسوارات ديالي. غادي ندير فيهم في العرض ندير 6 سنتيم باش غادي نمشي للخياطه من هنا. غادي نخيطهم من هاد الجهه وغنخيطهم من هاد الجهه، داكشي علاش انا زدت 3 سنتيم ديال الخياطه مع الثوب رقيق. مشيت نسل ولا شي حاجه من الاحسن نزيدو 3 سنتيم. الطول ديالها ندير 25، هنا غادي نفصل الحزام. الحزام غيكون عندي غير هاد القطعه هادي، غادي نلصقوا لها هنا في الجناب من هاد الجنب ومن هاد الجنب، غيلصق في الكوطي وغادي تحزمهم مولاتهم، بغات تحزمهم من القدام ما غاديش يجي الحزام داير كله ليها كامل. هنا ندير لها 12 سنتيم على حساب هي بغات الحزام يجي عريض شويه. هذا هو الطرف ديال الحزام ديالنا، غنخيطو هكا على جوج باتهم يجيو عراضين شويه صافي. هذه هي الفصاله ديال الروبه ديالنا، راها طريقه سهله ومبسطه. نتمنى ان تعجبكم الطريقه ديال الفصاله وتجيكم سهله وتطبقوها ان شاء الله في هذا الصيف. كما شفتوا هذه داك 2.40 متر راه ما شاطناش منه، هاد الطريفات هادو اللي شاطو. وان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها. هاد الطريقه اللي درت في هذه هي اللي غندير في الثوب الثاني، هي اللي غادي ندير في هذا الفوقاني بنفس الطريقه. غادي نفصلهم، غادي نحط هذا على هذا الطرف الفوقاني نحطه على هذا، الكمام كذلك والصايه كذلك غادي نحطهم ونقطع عليهم، غيجيو بنفس الطريقه. واللي اول مره غادي يشاهد القناه ديالنا ما يبخلش علينا بالاشتراك وبلي لايك وبالتعاليق ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.